بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديوهين اللي فاتوا كنا بدأنا نتكلم عن الـ Object Oriented Programming باستخدام الجافا. دايما احنا نتكلم شوية عن مفهوم الـ Object Oriented. انا ليه اصلا بلجأ ان انا استخدم اسلوب الـ OOP ده في البروجرام بتاعي عموما، هيفيدني بايه؟ وابتدينا برضو ندردش شوية كده في الـ Concepts بتاعت الـ OOP. اتكلمنا شوية في الكلاس وفي الأوبجكت، فرقنا بينهم طبعا، وعملنا بالفعل أول كلاس لينا. وفي الكلاس بتاعنا احنا عملنا ده تطرقنا لبعض الأمور، منها الموديفايرز عموما، وعرفنا ايه الفرق بين البابليك والبرايفت والبروتكتد، وان انا ليه اصلا بلجأ ان انا استخدم حاجة زي كده. وقلنا ان انا عشان اكسس او اساين فاليو للفاريبلز بتاعتي يفضل ان انا استخدمها عن طريق الميثودز، بحيث ان انا اقدر اكون متحكم في المدخلات الجايه لي من اليوزر. فلجأنا لحاجه اسمها السيتر والجيتر واشتغلنا بيه. جميل. ان شاء الله بقيت الفيديوهات لحد ما نخلص سلسله الاو بي. الفكرة ان انا مش هشرح زي فيديو قبل كده ان هو 20 دقيقة او 30 دقيقة، لا، انا هخلي الفيديو عموما مقتصر على حاجة، فقرة معينة او جزء معين هتكلم عنه في 3 4 5 دقايق بالكتير. جميل. وبإذن الله اول ما اخلص سلسلة الفيديوز دي هبدأ ان انا اعمل بروجكت كده كويس، نلم فيه كل اللي احنا اتعلمناه بعض، ونربط الكلام ده كله بحاجة يعني تكون ملموسة شوية. جميل جميل. نبدأ كده مع بعض نتكلم عن ايه النهاردة. هنتكلم حاجة اسمها الكونستراكتور، وهنفهم ايه هو الكونستراكتور ده. بس نعمل بروجكت جديد، ندوس نيو جافا بروجكت، طبعا احنا في برنامج الاكليبس، واقول له كونستراكتور او بي وخلاص. بيقول لي الاو بي ده موجود، ممكن اقول له او بي 1 واقول له فينش. اجي هنا ادوس على العمل اللي تحت، على المزرعة دي هيفتح البروجكت ستاند. عندي ادي هو الـ OOP1 ظهر، واجي عن السورس وادوس كليك يمين واقول نيو كلاس. طبعا الكلاس بتاعي ده هنبدا ماشي، نبدا ممكن نقول له هات لي المين كلاس. جميل. نقول له هنا سميها، اقول له مثلا تيست. تمام. اللي هو التيست كلاس بتاعنا هبدا ان انا اشتغل عليه. جميل. فتح لينا اكتر البروجكتس اللي مش عايزه تيست. وهنا طبعا الامبلوير ده الكلاس اللي اشتغلنا عليه الاسبوع اللي فات. جميل. احنا ممكن نكمل على الفكره، يعني ممكن نكمل عليه كويس جدا. تمام. اتكلمنا عن السيتر والجيتر، ماشي. هبدا بس اشيل الكلام ده بحيث احنا نبدا من الاول خالص. دوس ديليت. جميل. عندي كلاس بس هنا يبقى الباكج مختلفه شويه، لازم اعمل لها امبورت. لا خلاص مش مشكلة، ممكن نبدأ دوت سيف، نبدأ مش نعمل كلاس عليه، مفيش أي مشكلة. ببساطة إيه هو الكونستراكتور؟ الكونستراكتور ده هو عبارة عن سبيشال ميثود، هو ميثود خاصة، يعني ما هو إلا ميثود أو فانكشن عادية جدا، بس تتميز بكذا حاجة. أولا بتبقى من نوع بابليك. لما بعمل كونستراكتور جوه كلاس، الكونستراكتور ده بيبقى من نوع بابليك، وهنعرف ليه من نوع بابليك. ده أول حاجة. تاني حاجة، اسم الكونستراكتور بيكون هو نفس اسم الكلاس. اسم الكونستراكتور هو نفس اسم الكلاس. طبعا كلكم لاحظتوا اهو بالظبط، ده قدام ده كونستراكتور. ادي اول حاجه انه من بابليك. تاني حاجه ان اسمه بيكون نفس اسم الكلاس بالظبط. طبعا القوسين دول ليه؟ لانه قلت لك هو عباره عن سبيشال ميثود، هو ميثود اصلا، بس هو مختلف عن الميثودز العاديه في ان هو اسمه نفس اسم، هو نفس اسم الكلاس. ثانيا بيبقى من نوع بابليك، ده لازم. ثالثا بيبقى ما بياخدش اي داتا تايب في الريتيرن، يعني مش بيرجع اي داتا تايب هنا، انت بس بتكتب الموديفاير بتاعك وتكتب اسم الكلاس على طول. جميل. طيب معلش بس الدوشه اللي تحت دي تمشي. يبقى الكونستراكتور هو عباره عن ميثود عاديه جدا، فانكشن عاديه زي اير فانكشنز، بس بتتميز بكذا حاجه. اول حاجه تبقى بابليك عشان اقدر اعمل انيشلايز للفاريبلز بتاعتي، وهنتكلم ليه دلوقتي. تاني حاجه اسمها، اسم الكونستراكتور لازم يكون هو نفس اسم الكلاس بالظبط. تالت حاجه
ما بيرجعش اي داتا تايب، ما بياخدش اي ريتيرن داتا تايب. يا مثلا بكتب بابليك واسم الكونستراكتور هو اسم الكلاس واكمل الميثود عادي جدا. في منه انواع، في عندي حاجه اسمها الديفولت كونستراكتور. الديفولت كونستراكتور ده هو الكونستراكتور اللي الجافا اوريدي بتبتدي تستدعيه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عملت كلاس دلوقتي، عملت كلاس وبدات اشتغل فيه، جميل، وجيت هنا في المين عملت اوبجكت من الكلاس ده وجيت انفذ. اول حاجه هتتنفذ على طول مجرد ما انت بتعمل كرييت للاوبجكت من الكلاس ده بيبدا يستدعي الديفولت كونستراكتور ده، لو انت مش اصلا مش عامل كونستراكتور في الكلاس بتاعك. لكن لو انت عامل كونستراكتور خلاص، يبقى انت بتستدعي الكونستراكتور بتاعك بالايه، مثلا بتكون انت حاطط فيه بارامترز هنا، ميثود خاصه بيك تقدر تستدعيها والكلام ده كله. طب انا ليه بستخدم كونستراكتور؟ الكونستراكتور ده بلجأ له علشان ان انا اعمل انيشاليز للممبرز او الاتريبيوتس بتاعتي المسمى في الكلاس. جميل جميل، تعال نبدا نشوف ازاي نعمل كونستراكتور وازاي نقدر نشتغل عليه. ده ان شاء الله نشوفه في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.